ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا من بني إسرائيل، فذكر أن رجلا من بني إسرائيل كان رجلا عابدا، وكان له أخ عاص، فكان هذا العابد يقوم من سجادته متوجها إلى توضئه، فيمر بأخيه وإذا أخوه على معصية، فكان يأمره وينهاه، فلا يلتفت إليه ذلك الأخ ولا يستجيب لنصيحته، وإنما كلما نصحه قال له ذلك الأخ، قال له إليك عني، دعني وربي، يعني ليس لك شغل، دعني وربي. فغضب هذا الطائع يوما، وقد وقع في قلبه ما وقع من كثرة العبادة، فقال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، كأنه يحدد من تغفر له يا ربي ومن لا تغفر له. قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى في عليائه: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يتأمر يأمرني أن أغفر لفلان وأن أترك فلانا؟ من هذا الذي يريد أن يصرف رحمتي إلى فلان أو يصرفها عن فلان؟ من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك.